المملكة العربية السعودية يعني كانت لديها أيضا انتقادات للتقدم النووي الإيراني، برأيك يعني على الرغم من هذه طبعا المحادثات بين السعودية والتقارب بينها وبين إيران، ما الذي يجب أن نفهمه من المملكة العربية السعودية هنا؟ هل هي تشير إلى شيء في ظل دخولها فجأة واعتراضها على التقدم النووي الإيراني؟ هي موقف المملكة العربية السعودية واضح، ليس لا أتفق ربما بكلمة فجأة، لأنها هي تشعر أنها ستتضاءل من حيث القوة والقدرة والهيبة في المنطقة عندما يكون جارها اللدود إيران يمتلك سلاحا ذو تدمير شامل قادر على حسم أي شيء في لحظات، أي شيء، يعني كما حسمت الحرب في اليابان بلحظات، ربما هنا ساعة وهناك ساعة، وحدث الدمار الشامل واستسلم إمبراطور اليابان. لذلك المملكة العربية السعودية تدرك هذا جيدا، وربما هذا سيقودها كما تشير الأنباء منذ فترة إلى أن تبحث عن مصادر تعطيها هذه القدرة النووية وتعطيها أيضا قوة الردع النووية، وهذه هي كلها يعني تفضي بالمنطقة إلى ربما أشياء غير حميدة وتداعيات لقوى غير مهيئة للتحكم بسلاح نووي ذو تدمير شامل، لا إيران ولا المملكة العربية السعودية. والحقيقة الموضوع موضوع لا يتعلق بحبنا أو كرهنا لإيران، نعم لكن الموضوع يتعلق بحسابات سياسية وحسابات جيوسياسية، حتى نعرف أن الموضوع سيكون وبالا على كل المنطقة. أما إسرائيل فإسرائيل تسعى يعني كما تقول الدراسات إلى عام 2027 إلى أن تصل إلى مرحلة الدول التي ستطبع معها كافية لتشكيل الولايات الإبراهيمية المتحدة كما أسموها، وهي ستكون على غرار النظام الأمريكي وتشمل، ويعني لاحظ الدول التي تشملها يعني السودان والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية وربما تركيا تقول، وأيضا ربما إيران، بالتأكيد يعني بالتأكيد هي العراق غير مشمول بالجردة هاي لكن إيران مشمولة.